صباح الخير او مساء الخير على كل المشاهدين ومتابعين قناه ثروه وباسم على اليوتيوب. فيديو جديد، خطاط الجرار الزراعي 4 سلاح زائد بيتشر كبير. الخطاط ده بيشتغل على الجرار 65 حصان روماني. لو انت محتاجه 4 سلاح شغال، محتاجه 3 سلاح بس زي كده موجود برضه، نقدر نوفره لك. الخطاط ده مواصفاته نقمر 12، قمر 12 حديد الصلب، القمر الثقيله تمام، بس دي صلب 25 مللي في 7 سم، 2 سم ونص في 7، الورقه 6 مللي فخامه. تقدر تحرك يمين وشمال زي ما انت عايز. الجراب ده معاك مفصلي على صامولة اهو، تفيز على صامولة. رايق يا عم، اسمع بس الصوت ممكن. البيتشر سماعه، البيتشر معاك اتنين تعليق عالي وواطي اهو، تقدر تعلق فيه زي ما انت عايز بقى، عايز تغوط وتعرض شغال. بتشر عرضه 70 سم، كل شغلنا يبقى جديد، ما بنركبش اي حاجه مستعمله. الفرده على الشمال متحركه معاك 12 ثقب، واللي على اليمين نفس الحكايه، واللي في النص لما بتيجي تشتغل مصطبه على 3 بسخ بتجيب الثقب ده هنا على ده.